بهذه الساحة اجتمعت النسوة، كل واحدة منهن تعرض منتجات منطقتها التقليدية بثرائها وتنوعها. جبت لكم عادات وتقاليد المرأة الريفية، اللي هي الطعام، كليلة، الرب، الدهان، الكساكيس، الطباق، الكابويا، الرمان تاع ولاية النعامة. جبنا معنا التمر، جبنا صناعة تقليدية للمخلفات التمر، كاين القهوة، علف تاع التمر حولناها القهوة ونتجناها وديناها إلى الخارج، بعنا منها في الخارج ولقينا عندها قبول. واخد أفرمج في ميزون sans additifs, sans conservateurs, sauf qu'il y a des rats, sauf qu'il y a des fournaises. وعندك دي بروبليم باش تبيعي البرودوي تاعك هذا ولا دي برودوي تمشاو؟ الحمد لله. دونك انايا نخدم سير كوموند. هن فخورات بما تنتجه اناملهن رغم بعض المشاكل البسيطه التي ما زالت تعيق نشاط المرأة الريفية. منتوج تاع المرأة الريفية منتوج متنوع، كاين منتوج خضروات، منتوج الحبوب، وكذلك كما استخلاص منتوجات أخرى من المنتوجات الفلاحية، بصح التسويق هو المشكل الكبير للمرأة الريفية. أنا ماذا بيا يدعمونا أنه المشاكل تاع لاباباراس اللي عم يديروهن في الأرض الواقع ينحوها. بشكل أو بآخر تساهم المرأة الريفية المنتجة في تحريك عجلة التنمية المحلية.